صباح الخير واهلا وسهلا فيكم جديد مشاهدينا. وحديثنا هلا وفقرتنا ان شاء الله هيك رح تبث بنفوس الكتار الامل والتفاؤل والايجابيه، وايضا ان شاء الله رح ترسم على وجه الكتار ايضا الابتسامه. اليوم رح نتحدث عن مبادره بصمتك حتعلم، وكل تفاصيلها رح نتعرف عليها من خلال اثنين من المتطوعين بهي المبادره. اهلا وسهلا فيكم حلا الجرف وانس قلغاسي. بدايه معك حلا، وبصمتك حتعلم، ايش البصمه اللي انتم حابين تعلموها وبقلب ونفس وعقل مين؟ صباح الخير اول شيء، وبشكرك على استضفتينا ودائما فاتحتي لنا الباب لحملتنا ولكل حملات الشبابيه. بصمتك حتعلم، باختصار بصمتك حتعلم هي لها معنيين. هي بصمتك حتعلم اللي هي رح تعلم، رح educate او تيتش، او بصمتك حتعلم اللي هي رح تترك اثر. احنا هيك بنعمل، بصمتك حتعلم. بصمتك حتعلم هي مبادرة شبابية طلعت من طلاب الجامعة الألمانية الأردنية، أوكي، بمادة التربية الوطنية. كان هدفنا بالحملة نترك بصمة في أثر الناس اللي قربوا ينسوا معنى الابتسامة والأمل. الأمل موجود بس مخبى. كل هدفنا أنه نحسس الناس أنه لسه في أمل، ولسه في مجال أن الواحد يبتسم ويعيش حياة كريمة إن شاء الله. وين لما بتقولي الناس، عن مين الناس اللي عم نحكي عنهم، بأي مناطق؟ بلشنا بصمتك حتعلم، كانت متخصصة بمخيم غزة بجرش، وهلأ رح نتوسع على مخيمات أخرى وإن شاء الله محافظات الأفقر في البلد. هدول الناس اللي همنا صراحة. قدي للأسف في ناس عن جد نسيوا الابتسامة بمخيم غزة، يعني من التجارب اللي عشتوها معهم، من القصص اللي سمعتوها. مش عارفة احكي لك صراحة، بس كثير الناس بالمخيمات اللي احنا بننزل عليها، الناس عن جد قربت تنسى معنى الابتسامة. ما في امل بالنسبة لهم، شباب صغار واطفال بيحكوا لي ليش اتعلم؟ ايش فائدتها؟ ما بدي، ايش رح اعمل بالمستقبل؟ وهيك قديه صعب، وبنفس الوقت قديه بحملكم مسؤوليه مضاعفه انه بالفعل تحاولوا انه ترجعوا لهم بصيص من هالامل. هلا هذا هدفنا صراحه، وعم نشتغل على هذا، على هاي النقطه، انه نحاول قد ما بنقدر نقول لهم لسه الحياه فيها ولسه في امل. بس برضه يعني بالتأكيد لما بنحكي عن طفل أو شاب أو مراهق وصل لمرحلة إنه يمكن وصل لمرحلة اليأس من هالدنيا كلها وحاسس الحياة عبء، مش راح يكون هذا الإشي اعتباطي، يعني في تحديات كتير كبيرة موجودة عندهم. من اللي شفته أنس، إيش حسيت أكثر يعني أكثر الأمور السلبية اللي بالفعل عم تفرز هيك مشاعر عند هالأشخاص، عند هالشباب؟ صباح الخير أول شيء. أهلا وسهلا. أكثر الأمور السلبية كنا نشوفها بالمخيم، لما تنزل تلاقي الناس يعني مش عارف كتير بدهم مساعدة، بس هم مش عارفين بالضبط شو بدهم. بدهم حدا يساعدهم، شو بدهم؟ بدهم يعني عندهم كتير مشاكل، مش عارفين بالضبط يطلعوا هاي المشكلة أو هاي المشكلة. فإحنا حاولنا إنه نحط إيدنا على كم مشكلة قد ما نقدر نحل، إنسانيا نتعاطف معهم، ماديا نحاول نساعد بطرق أو أخرى. ما كان عندنا مساعدات مادية، كنا كثير نحاول نركز على نفتح مشاريع نخلي عندهم دخل. انه بدل ما تعطيه سمكه علمه كيف يصيد. صح صح. فهذا كان اكثر شيء احنا مركزين عليه. حاولنا كثير يعني نفهم شو هم بدهم، ايش المشاريع بتمشي عندهم بالمخيم. فتحنا اكثر من مشروع عندهم بالمخيم. رح نحكي عن المشاريع، بس لما بنحكي عن مخيم غزه ومثله مثل مخيمات ثانيه، بنعرف قد ايه في نسبه فقر، في نسبه بطاله، تسرب من المدارس، في اطفال مضطره تطلع من المدرسه حتى تعيل يعني عيالها بيسكلي. هل هاي هي التحديات الموجوده، ولا في ظلم ايضا يعني قد يكون ممارس عليهم؟ ما بعرف، بسبب نظرة تمييز، بسبب قساوة مرات تكون بالمجتمع أو الأنظمة. صحيح. بالمخيم او غالبا نحكي شوي عن الاطفال لانه هم الامل، ولما يكون مفقود عندهم الامل هون المشكله. صح. الاطفال اللي مثلا بتشوفيهم برا المدرسه، طب تحكي له انت ليه برا المدرسه؟ بقول لك انا فاضي. طب ايش وراك؟ ليش ما بدك تروح المدرسه؟ الاساتذه بيضربوني، ما بعرف ايه. طب يعني معقول؟ يعني بمدارس احنا عم نعلم اطفال يعني
نهربهم من المدرسه، نكرههم بالمدرسه بدل ما نشجعهم ونشد على ايدهم. انت الامل، وانت انت اللي ممكن تقوم بمجتمعك وتقوم بعيلتك. فانا بحس طبعا في مش ظلم، بس في بعض الامور لازم ينفتح الضوء عليها. نعم، تحديات من نوع اخر، يعني مثلا بتحكي عن عائلات فقيره او مستوره، هل بالفعل عم نحكي عن عائلات تحت خط الفقر بكثير؟ يعني ناس مش قادرين حتى يمكن هيك يتمكنوا من الامور الاساسيه للحياه. صحيح، في باللي احنا شفناه في ناس تحت خط الفقر بكثير كثير، يعني خط الفقر لسه ما شافوه للأسف يعني. بس يعني الخير في الشباب والخير في المجتمع وفي المواطنين الصالحين. كيف بتوصلوا لهم؟ يعني في قاعدة بيانات ولا أنتم بتقرروا أنكم تروحوا على مخيم غزة وبتسألوا هناك؟ هلا أول ما بدينا بصمتك هتعلم عملنا دراسات على كل المحافظات والمخيمات. قبل 3 سنين كان مخيم غزة هو الأفقر في الأردن، فبلشت المبادرة بمخيم غزة. لما عملنا المشاريع بلشنا نعمل دراسات للعيال. ونشوف مثلا ايش العيله، مين العيله اللي عندها امكانيه انه مثلا يعمل لها مشروع. وعلى هذا الاساس كل عيله كانت تطلع عنا ب يعني دراستها انجح من الثانيه نبدا فيها. بعدين ننتقل لعيله ثانيه. هذا على المشاريع. غير مثلا كل بالسنه بنعمل اكثر من مره توزيع اواعي، توزيع طرود خير، توزيع قرطاسيه على الاطفال. في برمضان الاطفال الايتام بيجوا بيفطروا عندنا كل اربعاء، وكل اربعاء من كل اسبوع بشهر رمضان. وبالعيد احتفال مع الاطفال، يعني قد ما بنقدر. بس طبعا بالتاكيد ما عم تحكي مشاريع، حكيت كلمه او يعني عباره جوهريه، انه بتعلموا كيف يصطاد، مش يعني ما بتعطي سمكه. شو طبيعه المشاريع اللي قدرتوا تعملوها لبعض العائلات؟ هلا طبيعه المخيم وانه الناس مش معظمها مش متعلمين، كان اكثر شيء بيزبط يعني اللي هي المواشي، مشاريع أوكي. المواشي اوكي، فكان في اكثر من مشروع مواشي ونجحوا الحمد لله. الحمد لله. من انه مواشي كمواشي، بعدين في عملوا الاجبان والالبان، صار في مين ياخذ الحليب وياخذ يعمل الالبان والاجبان. نعم، قد ايه تقريبا مشروع من هذا النوع عملتوه؟ ثلاثة. وقد ايه بالفعل صاروا يعيلوا عائلاتهم؟ يعني انت عم تصير تحكي عن منتجات يعني اذا تم تسويقها. مزبوط. يعني انت عم تحكي عن عيله من 13 او 14 فرد. بتعطيهم مواشي، طبعا هم ادرى بهاي المهنه طبعا. يعني مواشي يتكاثروا ويبيعوا، يعني عيله بتعيل 14 فرد. نعم. من مشروع مواشي بسيط، هذا هو زي ما قلت لك الهدف الاساسي. صح. يعني بتعرفي انا يعني اكثر شيء بيستفزني من بعض الاشخاص، يعني بدي احكيها بالرغم لازم اكون محايده، لما بتيجي بحكي لما بتيجي بتناقشي بتقولي يعني بالفعل في تحديات كثير كبيره، في فقر كثير كبير بمجتمعنا، بقول لك طب ليش عنده 10 اولاد مثلا؟ يعني هذا دائما انه اوكي هو عارف حاله فقير من اول الدنيا، اللي كان اقتصر على ولد ولدين. احنا بنحكي بموضوع اخطر، احنا عم نحكي للاسف ما في كانت بيئه حاضنه مدرسيه او توعويه او تنويريه بالفعل، يعني تقنعهم انه يعني هذا عدد كثير كبير ما رح تقدروا تامنوا لهم نوعيه حياه منيحه. صحيح. بالنسبه لهدول الاشخاص هو بيفكر بالعكس بالكثرة في عزوة مثلا، أو ممكن يكون في سند. فما بعرف يعني الموضوع كتير متداخل، كتير متشابك. يعني ما عم نحكي بس عن فقر، عم نحكي عن جهل كمان. الجهل رح يوصل لهون وأكثر. هلا إن شاء الله 3 سنين أنتم عمركم، بـ4/4 يوم الخميس في فعالية كتير كبيرة إن شاء الله. قصة 3 سنين. قصة 3 سنين شو بدك تحكي لنا عنها؟ قصة 3 سنين هي رح تكون إن شاء الله بالاحتفالية بالثانوية الثالثة لبصمتك هتعلم، زي ما شايفين الصورة. هي رح تكون يوم الخميس بـ4/4، رح تكون بمركز حسين الثقافي براس العين. نعم. رح يكون عندنا فقرات وفعاليات في هذا الاحتفال. رح يكون في عندنا عرض مسرحي من طالبات من مدرسة بمخيم غزة بجرش. اسم المسرحية رح تكون إن شاء الله قصصنا. قصصنا عن قصص الطالبات. قصصنا عن قصص الطالبات بالمخيم، ما حدا بيقدر يوصل صورتهم طبعا. ولا اللي بدهم إياه أدنى. طبعاً. مستحيل. ورح يكون في عندنا أداء خاص جدا من فرقة شرق، بوجه لهم تحية كلهم. شو خصوصية شرق؟ أنا بعرفهم طبعا مسلم عليهم، بس أكيد سمعتوا أدائهم، قد إيه حسيتوا إنه أفكارهم يمكن متماشية مع أهداف المبادرة؟ شرق أنا بشوفها من أفخم الفرق الموجودة على الساحة العربية حاليا.
شرق موسيقتها بتخاطب زي ما اذا بدك بتخاطب يعني الروح. مع انها موسيقى بس احسن من 100 حكي. يعني هي موسيقى بتوصل رسالة، بتوصل رسالة أكثر من 100 واحد يحكي. ورسالة يعني رسالة شرق تشبه رسالتنا، تشبه رسالة كثير من الشباب الخيرين بالبلد. إذا في يعني أداء لفرقة شرق، وفي السكتش المسرحي قصصنا، وإيش كمان حكيتي؟ في رح يكون عرض لإنجازات بصمتك، حتعلم هيك بطريقة فيلم وشرح شوي. وبس ان شاء الله. ان شاء الله. قديش اشتغلتوا على تحضير الفعاليه، ومين اللي يعني قائمين عليها؟ القائمين طبعا احنا كنا بالنهايه كنا فريق واحد، تيم واحد. فزع على ايفنت كنا بنفزع ما شاء الله عليكم. بس بوجه تحيه لسلام كيلاني، اكثر وحده اشتغلت على هذا الايفنت، وميرفت ولينا وسجا وكل كل كل الاعضاء. والفعاليه الخميس 6 مساء ب 6 مساء مركز الحسين الثقافي. مركز الحسين الثقافي الريع بالتاكيد رح يروح. رح يكون سعر التذكره 7 دنانير. 7 دنانير رايحه كامله لدعم المشاريع. نعم، لانه احنا يعني الحمد لله توفقنا وكان الكوست علينا صفر بهذا الفعاليه. فريع الحفل يذهب كاملا لدعم مشاريع. صح. بصمتك حتعلم، ما ححكي بمخيم غزه، ححكي بالمخيمات كلها ان شاء الله. 3 سنين صار لكم عم تشتغلوا، تحديات انتم لمستوها، يعني مش التحديات الموجوده بالمخيمات، تحديات انتم لمستوها حتى تقدروا تعطوا قد ما بدكم لابناء المخيمات. في على المستوى الداخلي از تيم، وفي على المستوى انه كيف نتعامل مع المخيم، مع الجامعه، مع اكثر من وجهه. هلا على المستوى الداخلي كفريق، السنه الماضيه كان معظم الممبر سافروا على المانيا. صح، مع الدراسه مع الجامعه. بالضبط، فكان شوي صعبه انه الناس اللي ضلهم هون صار عليهم لود كبير. لود كبير. ضغط كبير. نعم، وكانت احتفاليه ثانيه وكان شيء ضخم معمول برضه. نعم، بس هاي هاي كان اصعب شيء مرينا فيه على مستوى فريق. بس بشكل عام كان اصعب شيء لما تشوف المشاكل المخيم تصير بدك تصلحها، يعني ما باي طريقه. صح، لو على مستوى شخصي، لو على مستوى هذا، يعني باي طريقه بتصير بدك تصلح. صح، يعني في اشياء كان ما بنقدر نعملها كتيم، كان واحد منا يروح يدبر ناس يجي يعملوها. تواصلتوا مع مثلا وزاره التنميه الاجتماعيه، القطاعات المختلفه العامه او الخاصه، كيف كان ردود افعالهم؟ هلا احنا زي ما قلت لك احنا حمله شبابيه، نطمح الى العمل الخير. طبعا كان في عندنا اكثر من قصه تدعي انه احنا نضطر نسال او نتعاون مع حدا عنده خبره اكثر منا، زي وزاره التنميه، زي اي مؤسسه تعرف بالموضوع اكثر منا. كل خير ممكن يطلع إن منهم ان شاء الله. طموحاتكم يعني ان شاء الله بصمتك حتعلم لوين بدها توصل. اللي فهمته انه رح تتوسعوا بمخيمات ثانيه، بس بالفعل وين حابين توصلوا انس؟ مو حاطين بالضبط انه وين حنكون، بس انه اكثر كميه ممكن عيال نرجعها للحياه، نرجع لها الابتسامه اللي احنا كنا بندور عليها عندهم، بدنا نعمله يعني از ماكسيمم از وي كان. وبالنسبه لإلك في طموح؟ طموح خارج المخيم، انا طموحي اشوف الشباب اللي بالوطن كلها بتشتغل. اشوف يعني بنشتكي من الفقر بالاردن او باي محل، بنشتكي من المشاكل. صح. طب الخير فينا. في مقوله لغسان كرفاني، انا هاي مقولتي في الحياه، لك شيء في هذا العالم فقم. صح، هذا طموحي، اشوف الشباب اللي فيها الخير كلها تقوم ان شاء الله. باخر 30 ثانيه شو الرساله بدك توصليها؟ رسالة أوصلها أول إشي كمان مرة بشكرك على استضافتنا ودائما فتحت لنا الباب. شكرا. بحب أحكي للشباب كمان مرة، يا شباب قوموا، الحياة حلوة، الشعور رائع لما الواحد يقوم يساعد. صح. لما يحس حاله مفيد بالمجتمع. صح. لما يشوف ابتسامة على إشي منيح عمله من شخص قرب ينسى معنى الابتسامة، هذا شعور تكفي الدنيا. إنجاز. تكفيك يعني كل شيء. التذاكر رح تكون بالمسرح يوم الخميس؟ لا، التذاكر عم تنباع بجو بدو بجبل الويبدة، جو بدو بعبدون. نعم. وفي شركة الصايغ للساعات والتجارة بسيتي مول. أو على رقم التليفون موجود على البوستر أو الفيسبوك بيج بصمتك حتعلم مكتوبة بالعربي.
إن شاء الله. إحنا يعني بالفعل متأمل من كل اللي كانوا عم بيتابعونا كبار وصغار إنهم يشاركوكم يعني بهاي الفعالية، رح تكون فنية يعني بامتياز مع شرق، وبنفس الوقت فيها الكثير من الرسائل الإيجابية. عذرا، شكرا جزيلا لكم، كل التوفيق لكم ولمبادرة بصمتك هتعلم. حلا الجرف وأنس قولا غاسي شرفتونا ومشاهدينا. فاصل من بعده إن شاء الله استكمال فقرات يوم جديد، خليكم معنا.